توج الفريق الأول لرجال كرة الماء بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني الصربي ديان جيكوفيتش بلقب بطولة كأس مصر عقب فوزه على نظيره الجزيرة بضربات الترجيح في نهائي البطولة، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية بحمام السباحة بنادي هليوبوليس، لينجح أبناء القلعة الحمراء في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، علما أن اللقبين تحققا أمام نفس الفريق. قدم المارد الأحمر عرضا قويا على مدى المباراة التي شهدت منافسة ساخنة بين الفريقين على المستوى الفني. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل ب10-10، ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي حسمت اللقب للأهلي بالفوز ب18-17. بدأ الشياطين الحمر مشوارهم في كأس مصر بالفوز على كل من الشمس، الصيد، الزمالك، سبورتينج، هليوبوليس ذهابا وإيابا، فيما تعادل الفريق مع الجزيرة مرتين، لتصعد أربعة فرق ألا وهي الأهلي، الجزيرة، هليوبوليس، الزمالك للمربع الذهبي. ليلعب الأهلي صاحب الصدارة مع الزمالك صاحب المركز الرابع، لينجح النصر الأهلاوي في الفوز باللقاء الأول بنتيجة 11-3، قبل أن ينجح في تكرار الفوز بنتيجة 6-4 ليصعد للنهائي. يضم جهاز كرة الماء بالنادي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء النائب له محمد فاضل، بينما يضم الجهاز الفني والإداري ديان جيكوفيتش المدير الفني، وليد عزت مدرب عام، أحمد أسامة مدرب الدرجة الأولى، توفيق أحمد مساعد مدرب، باسم زنهم مدرب حراس المرمى، عمرو ممدوح المدير الإداري، أحمد سمير أخصائي التأهيل، الحسن محمد طبيب، سامح العشري إداري، خالد بن عيسى محلل فني. أما عن قائمة اللاعبين فتضم مصطفى ماجد، أحمد سامح، محمد وليد، عبد الرحمن هارون، محمد أسامة، محمد أبو سديرة، مازن قاسم، محمود طارق، كريم جمال، عبد الرحمن أسامة، محمد عبد الستار، محمد وليد عزت، محمد وليد حامد، زياد وائل عزت، حسن هارون، أحمد شريف، أيمن عادل، يوسف سعد، محمود السيد، حازم خالد، أحمد فؤاد، ويحيى علاء. أهلا بيكو معانا في الفقرة الحوارية، و التهنئة لفريق كرة الماء بالفوز بكاس مصر للموسم الثاني على التوالي. ما شاء الله إنجازات كثيرة جدا داخل قطاع ألعاب الماء برئاسة الكابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء. لكن خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة ونجومنا اللي مشرفينا معانا بعد الفوز بكاس مصر. معانا إداري الفريق كابتن سامح العشري، وكمان لازم نفتكر ساعة بقول كابتن سامح العشري لازم نفتكر أستاذنا الكبير رحمة الله عليه كابتن خالد العشري، رئيس ابن أخو الكابتن سامح، هو كان رئيس تحرير جريدة المساء في القسم الرياضي. كابتن سامح بنرحب بيك ونقولك ألف مبروك. ربنا يبارك فيك كابتن خالد. وكمان بنرحب بنجومنا ونجم الفريق وكابتن الفريق كابتن محمد ابو زديره. كابتن محمد بنرحب بيك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. النهارده كمان كابتن محمد هيشتغل معانا دور المترجم، يعني هو هنتكلم مع كابتن محمد وكمان يترجم للمدير الفني لفريق كره الماء ديان جينكوفيتش. هلو مبروك. ثانك يو. اكيد بتبارك لهم لان بطوله مهمه، وهنبدا مع كابتن الفريق ولازم نقول البطوله دي استعدينا ليها ازاي كلاعبين قبل ما نتكلم عن النواحي الفنيه. كابتن محمد اكيد كانت بطوله مهمه للحفاظ على اللقب مره اخرى، فاكيد كان استعدادكم كلاعبين استعداد مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. كان استعداد قوي الحقيقه، يعني الصعوبه كانت ان احنا نرجع نحققها مره ثانيه، ان هي تبقى على مرتين على التوالي، سنتين على التوالي. كان في مجهود جامد جدا بذل من الجهاز الفني واللعيبه، ان هم التمرين يبقى في تمرينين مره الصبح ومره بالليل، وفي التزام الناس سواء الطلبه ان هم يبقوا ملتزمين، سواء اللي بيشتغلوا ان هم يبقوا ملتزمين. فطبعا ده كان في مجهود ضخم يعني من اللعيبه ان هم يبقوا ملتزمين عشان يوصلوا الحمد لله للنتيجه. بصراحه شديده قلت لهم ايه قبل ما يبدا السيزون، ده راجل كابتن الفرقه فاكيد بتشيل الهم عليك على طول، انت اللي بتتكلم مع كل لعيبه، قلت لهم ايه؟ قلنا له التونم اللعيب عندنا مش سهل، السنه اللي فاتت احنا عملنا نتائج الحمد لله طيبه، فان احنا نحافظ عليها ونتحسن منها،
فده كان هو التارجت بتاعنا او في الكلام بتاعنا ان احنا كنا مركزين ان احنا لا ان احنا عايزين اللي كنا ملتزمين السنه اللي فاتت لا عايزين التزام اكتر من كده، محتاجين مجهود اكتر من كده علشان ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نحافظ على الاداء والمنظر الكويس اللي احنا كنا ظاهرين بيه السنه اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله. اكيد اللاعبين ليهم دور واكيد الاداره ليها دور والناحيه الفنيه دور، لكن برضو قبل ما نتكلم برضو عن الناحيه الفنيه لازم نشوف الناحيه الاداريه، كان ايه المشاكل، ايه الحاجات اللي واجهته كابتن سامح، ايه اللي واجهك السيزون ده مع اللاعبين قبل ما بعد يعني قبل كاس مصر على طول؟ اه الحمد لله مش صعوبات واجهتنا مع اللعيبه او الجهاز الفني الموجود، وكمان ما فيش حاجه واجهتنا صعوبات اي خالص مع اداره النادي او اداره النشاط الرياضي او مجلس اداره النادي. بالعكس هي الناس كلها متجاوبه جدا وبتنفذ الطلبات اللي هو بتخص اللعبه والتطور من اللعبه. هنبدا بقى مع الخواجه والتيم يتكلم معايا ونساله. محمد هو السؤال المهم طبعا، اللاعبين في التزام وثانيا الاداره نفس الكلام مكتمله، فالعنصر الفني بالنسبه له كان اهم حاجه في الموضوع كله. حضر البطوله دي ازاي؟ He's asking you how did you prepare for that for this cup after the commitment of the player and we start preparation this year very early. We start trainings almost at the beginning of the June. So the preparation period was long and difficult, but on the other way it was very successful and we reached to these games and especially to these final games in very good condition. هو يعني الاعداد للموضوع والاعداد لكاس مصر ابتدى من فتره طويله قوي، ابتدينا من اول شهر 6 يعني من نص رمضان تقريبا واحنا بادئين في الاعداد ليه. كان فتره طويله وصعبه جدا على اللعيبه وعلى المدربين ان هم يلتزموا، بس الحمد لله الدنيا كانت كويسه علشان نقدر نوصل ندخل الفاينل بالمستوى ده والاداء اللي احنا ادينا بيه الحمد لله. اكيد في نقط مهمه اشتغل عليها، يعني السنه اللي فاتت كان عندكم اكيد في مشاكل فاشتغل على هذه النقط. ايه اللي طوره السنه دي في اداء النادي الاهلي؟ He's asking about what did you what were you working on the weak points that we had in the other team also. The main thing what we were improving this year according to the last season is that our physical preparation in which we focus on the work on our legs because working in the inside of the water is most important is to have a good legs. So this was the main thing that we were improving. On the other way we were improving more aggression in the attack because with the new rules in water polo it give you more possibility and more chances to score goals. So we were developing this part of the game. هو كان شغال يعني على حاجتين، الحاجه الاولانيه الشغل بتاعنا على رجلينا طبعا لان الرياضه عندنا هي شغل الرجلين يعني احنا نشتغل عليه، فهو كان بيدور ازاي ان هو يطور ويحسن من ادائنا وشغلنا على رجلينا. ومن الناحيه الثانيه ان هو يخلينا اجريسيف يعني عايزين نخلص الكوره اكتر ان احنا نجيب اهداف اكتر من كده، لان التعديلات الجديده اللي حصلت في القانون عندنا بتساعدنا ان احنا نقدر نجيب اجوان اكتر، فمن خلالها ان هو بيظبط التاكتكس والحاجات الفنيه بتاعتنا ان احنا نعرف نجيب الاجوان اسرع من كده. بتوفروا ايه للمدير الفني الاجنبي كاداره؟ بتوفروا ايه؟ ايه متطلباته في السيزون اللي فات؟ هو طبعا كان متطلباته ان كل الايكوبمنتس بتاعته تكون موجوده، الكور والاجوان، وهو طلب كمان الساعه الجديده طبقا للتعديل القانوني الجديد. ايه اللي اتعدل في الساعه؟ اتعدل في الساعه كانت زمن الهجمه 30 وهجمه جديده بتتجدد 30، هو بقى الهجمه كانت بقت 30 وبتتجدد 20 ثانيه بس. فهو طلب الساعه الجديده عشان الناس تشتغل عليها. وطبعا مجلس الاداره وفر على طول الساعه، ما خدتش وقت، جت على طول. بالنسبه برضو للباقي الادارات بتوفر على طول باقي المستلزمات اذا كان طواقي او كور او اهداف او بيسين او احبال، كل ما يخص اللعبه هو متواجد على طول وبيجي بسرعه. هاخدك في مكان مهم جدا اعتقد، بس كان محمد يرد، بس انا عايزك تسالك شويه، هو الطواقي دي بتختلف نوع انواعها عن بعضيها؟ دي حاجه معينه يعني في الطواقي ولا هي هو كله زي بعضه بس شركات مختلفه هي اللي بتعمل كذا. شركه بتصمم بس انت بتحط الديزاين بتاعك، كل نادي عايز يحط الديزاين بتاعه بيحطه على الديزاين، بس في الاخر بيبقى لونين مختلفين. لونين اكيد مختلفين، ازرق واحمر اعتقد. ابيض الاحمر ده الاجوان، هو ازرق وابيض. ازرق وابيض. قول لي هو في على الـ على الـ على الهيد نفسها بتكون زي سماعات او هي مش سماعات انا عارف، بس حاجه عشان تقي الودن ولا ايه بالظبط؟ لا هي دي وقايه للودن يعني علشان الخط عندنا اللي احنا لعبه عنيفه، فبتبقى دهيت له وقايه للودن عشان الاحتكاكات اللي ممكن بتحصل او كده، ان هي تحمي اللعيب من اي اصابه في الود. قول لي اكيد في مباريات صعبه بالنسبه للاعبين في ارض الملعب. تمام. ايه المباراه الصعبه اللي عدت على النادي الاهلي السنه دي في كاس مصر؟ اهم مباراه الفاينل. الفاينل. لان هي كانت مباراه قويه جدا. احنا بنلعب الماتش بيبقى اربع اشواط، فاحنا كل الاشواط طالعين متعادلين فيه مع الجزيره.
كانت اصعب لحظه عندنا ان احنا في لقطه احنا كنا متعدين 5-5 بقينا خسرانين 8-5 من الجزيره وفاضل 3 دقائق على الشوط الثالث ان هو يخلص، فان احنا نعمل الكامباك وان احنا نعرف نعملها هي دي كانت اصعب حاجه، وكانت محتاجه اتزان نفسي وبدني ان احنا نعرف نحافظ على المينتاليتي بتاعتنا ونحافظ على فكرنا ان احنا ما نطلعش بره الجيم وان احنا نرجع تاني ونجيب ونعوض الاهداف اللي دخلت فينا لازم اسال دياب السؤال الاهم، قدر يرجع الفرقه ازاي من 8-5 الى انتصار؟ He's asking you about the final game. How was you able to make us concentrate and get back to the game after we were losing 8-5? Well, one of the things that I'm working with the team from the first day, this is the on their mentality, winning mentality, and that the game is playing until the last second of the game, especially when you are playing this final game. So there is a big improvement, and when we are looking through the season, we had a lot of games in which we were coming back from some maybe slow start or bad result at the beginning of the game, and a lot of times we succeed to turn the game in our favor and win. So this is one long process, but they are following this, and this was one of the games that exactly show that we are doing good. هو بيقول لك ان هو من في الاعداد بتاعنا في فتره الاعداد ان هو كان بيشغلنا دايما ان احنا لحد اخر صفاره الحكم اخر صفاره احنا بنلعب لحد اخر صفاره ما بن فده كان بيساعدنا جدا ان احنا لو في عندنا ماتشات ابتديناها بالراحه شويه او كانت السكور ابتدى من الناحيه الثانيه ان احنا لا نعرف ان احنا نريكفر ونعرف ان احنا نشتغل ونعرف نكسب الماتش في النهايه الحمد لله لحد ما ربنا كرمنا في اخر اليوم. اللاعبين داخل السؤال ده مش ليك اللاعبين دائما قلنا في مصر الفيزيكال او التدريبات اللي هي الجيم وكل التدريبات دي تقريبا اللعيبه بتجري منها ما بيكونش عايزاها، بيتعامل ازاي مع نوعيه اللاعبين دي؟ اوكي هيز اسكينج يو اباوت مين اللاعبين كمان بالمره بقى عشان هيز اسكينج يو اباوت ذا كايند اوف بلايرز ذات هو دونت وونت تو جو تو ذا جيم اند سكيبينج جيم اند جاست جامبينج انتو ذا ووتر اند هو ار ذيس بلايرز هي وونت سم نيمز لوك The main thing is that all our players, they are amateur players. So there are some of them, of course, that they cannot reach all trainings and or training in gym because they are working. Hmm. So water polo is not a professional sport in Egypt. So we have understanding for that also. I know that they are giving their best to reach all the trainings and to work hard when they are present. So the main thing is that this is a team sport. So. If somebody is not good or not ready in that moment, he has another 14 players and his friends to cover him. So. هو احنا الرياضه هنا في مصر للاسف هي مش بروفيشنال زي بره، لا احنا يعني لحد ما نسبتها شويه هوايه، فبعرف ان بيبقى في ناس كتير عندها سواء كليات او عندها اشغال او حاجه زي كده، فبيقدروا ان هو اللي ما قدرش يحضر الجيم بيقدر يعوضها من خلال التمرينات في الميه، بلس ان احنا زي ما احنا بنقول ان احنا هي لعبه جماعيه فكلنا بنشيل بعض، لو واحد ما قدرش يجي ففيها 14 20 واحد يقدر يشيل. طب قول لي احنا محمد احنا وصلنا للاحتراف داخل مصر، يعني في احترافي في عقود احتراف وفي لاعبين محترفين ولا لسه البروسيجر دي ما اشتغلتش؟ ما بين النوادي وما بين بعض في لا في عقود احتراف وفي لعيبه بيجوا من نوادي ثانيه يشاركوا في النادي الاهلي او في النوادي المنافسه لينا، فبس مش بالصوره الاحترافيه الكامله زي بره طبعا للاسف يعني، بس لا في كاحتراف لا في احتراف جوه مصر. هل الاحتراف انا اساله هل اللعيبه المحترفين في لعيبه محترفين اعتقد في الدوري المصري دلوقتي؟ اجانب؟ اجانب لا مانعين الاحتراف؟ هل ده يضيف ولا ده يعني هسأله هل ده يضيف للدوري المصري ولا ما يضيفش؟ Okay, he's asking about if there is a foreign professional players, will this add to the game and add to the joy of the game or will The main thing with the foreigners is that the foreigners who are coming to play for club give you something. So yeah, this is the main thing. So if we are talking about bringing the foreigners in the Egyptian league, it's only on the way that we are bringing really high quality foreigners that all the Egyptian players or Ahli players will improve with them. So yes, they can help a lot, but we must be very careful in these decisions according to the what level of foreigners we can bring. هو بيقول طبعا هيبقى في اضافه طبعا لو هم موجودين كلاعبين محترفين من بره لان الخبره والاكسبيرينس بتاعتهم كبيره.
الاضافه اللي هيضيفوها للدوري وهيضيفوها للعيبه اللي في مصر هتبقى اضافه كبيره جدا، لان هم هيبتدوا يتعلموا منهم، حتى كمان ايفن اللعيبه بتاعه الاهلي هتتعلم منهم، هتبتدي تكبر في المستويات بتاعتهم. بس في نفس الوقت لازم ان هم يكونوا حذرين في انتقائهم للعيب الاجنبي اللي هيجي، ما مدى احتجاجه وما مدى امكانيته في التعامل مع البيئه او الرياضه في مصر. اكيد في تعاون بينك وبين المدير الفني وبينك وبين كل الجهاز، بيتعامل ازاي معاكم؟ يعني انت عندك فكر قبل كده اتعلمته، غير الفكر ده معاك ولا هو طبعا إيه؟ كل مدير فني بيجي بفكره طبعا، هو بيقعد بيحط الاستراتيجيه بتاعته في التدريب او في الاداره طبعا. على الاداره خلينا التدريب ده في الاداره ماشي، بيقعد مع رئيس الجهاز او نائب رئيس الجهاز مدير الجهاز، بيحط الرؤيه بتاعته للاداره عايزه تمشي ازاي. وطبعا احنا بنوفر له كل الحاجات الاداريه اللي هو عايزها او النظام الاداري اللي هو محتاجه عشان ينجح فرقته، واحنا في ظهره في يعني لحد الاخر، لحد ما يكسب. وده اللي واضح ان هو اخذنا كاس مصر السنه الثانيه على التوالي. دي مهمه جدا. محمد، 9 بالليل بتلعبوا في اجواء برد جدا جدا، قول لي يعني ازاي بتنزل الميه انت شخصيا؟ أنا ازاي بتروح للميه والجو برد وكل الناس متكتكه ولابسين وقافلين وانت تنط في البحر؟ ده بيبقى قرار صعب جدا ان احنا ان انا انط في الميه، ده هو بيبقى صعب، والاصعب منه كمان لو الميه متدفيه ان انا اطلع من الميه لان الجو برد بيبقى. بس هو حبنا للعبة دهيت والتزامنا بيها ورغبتنا في ان احنا نحسن ونطور من نفسنا بيخلينا ان احنا ننسى اي حاجه. بتبقى اول دقيقتين ثلاثه كده عقبال ما نبتدي نسخن، وبعد كده خلاص المايه زيها زي الجو بره، خلاص خالص مفيش مشكله. لا خلاص بنتعود يعني. عايز اساله سؤال، مصر فين في الووتر بولو جوه العالم؟ مش العالم يعني، انت حاطط فين؟ في المقدمات، في المنتصف، او في او اخر؟ He's asking about where do you put Egypt on the map in regarding the game. بصراحة putting on the Olympic Games. And I will be very happy if Egypt play next Olympic Games, not now 2020 but 2024. And I think that Egypt water polo has quality and has place to play Olympic Games. هل سمعت؟ اتفضل. هو بيقول طبعا مصر مكانها ان هي تبقى تلعب في الاولمبيكس، هيبقى مبسوط جدا لو ان هي طبعا مش في طوكيو السنه دي في الاولمبياد، بس 24 ان احنا نبقى موجودين فيها، ده حاجه كويسه جدا ان مصر عندها الكواليتيز والامكانيات اللي تساعدها وتاهلها ان هي تبقى في حته كويسه يعني في المستوى العالمي. من وجهه نظري ده تمني، قولها له، ده من وجهه نظري هو بيتمنى، لكن انا شايف ان مصر في ووتر بولو عندنا خامات كويسه جدا، لكن ما عندناش الاستعداد القوي جدا لقابل ابطال العالم في الاولمبياد. He's saying he's hoping that we play in the Olympic Games, but yet he's having the he sees that Egypt have the qualities to do to be in the Olympics, yet they don't have the good preparation to play against top teams in the Olympics. But this is why I'm saying that I will be happy to see Egypt in 2024 in Olympic Games, because a period of 4 years until 2024 is enough long period that one team can be, national team can be prepared for the Olympics and have a lot of games with the top teams and international experience and everything. هو بيقول طبعا ده سبب ان هو بيقول ان هو نفسه ان احنا نبقى موجودين في 2024، لان الامكانيات اللي عندنا تساعدنا، وفي خلال المده بتاعت الاربع سنين ده هي تقدر تخليك الاعداد الكافي ان انت، والاحتكاك اللي يقدر يخليك ان انت لما تطلع الاولمبيكس لو ربنا اشاء وراد طبعا وشاركت في الاولمبياد، ان انت تقدر تادي وتبقى بتعمل ماتشات كويسه. خارطه الطريق الاربع سنين عشان نوصل الاولمبياد. The road or the plan. The plan that you see for being there in 2020. Training with organizing the senior national team, organizing a competition in Africa, because there is no African championship in water polo, it's not existing. Playing international tournaments with the top teams from Europe and the top national team from Europe and America. And developing our national league on the way that it's better covered and becoming more popular and everything. So the players who are playing will be more motivated to train and to play.
طبعا بيقول الاحتكاك مع الفرق الاوروبيه طبعا من خلال معسكرات او المشاركه في بطولات دوليه قويه مع الفرق التوب عن زي ما بنقول، ده هيساعدنا طبعا في ان احنا نطور من نفسنا. طبعا ان احنا الووتر بولو في افريقيا مش بالقوه ده، فان احنا برضو الاحتكاك مع الدول الافريقيه ده برضو هيساعد، وتطوير الدوري المصري بان هو يساعد ان هو يخليه مور كومبتيتيف، يخليه في الماتشات اقوى، وان هو يطور من لعيبه من مستوى اللعيبه ومستوى الفرق كلها علشان ان هو يطلع احسن ما موجود في مصر. سامح، قول لي يا سامح، انا بشوف في كل الالعاب في احتراف لاعبين من مصر لخارج، في الووتر بولو برضو فيه ولا ما عندناش لسه الموضوع ده؟ لا لسه ما عندناش ان حد يحترف بره. يعني ليه؟ يعني في السباحه سكولارشيب، الووتر بولو ليه؟ الووتر بولو ممكن ما لقوش، عشان هي مش لعبه شعبيه، هي لعبه لوكال، يعني مش لوكال، يعني حاجه موجوده جوه جوه مصر، القطر المصري، مش زي مثلا الباسكت، عشان الباسكت فيه اعلانات وميديا وحاجات كتير. زي ما نقول لعبه كده مقتصره على اعضاء الانديه بس، الباسكت والفولي والهاندبول ممكن تلاقي اي حد بيلعب وبيروح نادي، لان مش معظم الناس مشتركه في انديه عشان تلعب ووتر بولو، فده برده بيعمل ان هو بيقفل على اللعبه شويه، ان هو مش متشاف، والميديا مش مهتمه بالووتر بولو، مش بيعملوا، مش بيصوروا ماتشات وبيذيعوا كده، فده من اهم الاسباب ان مفيش حد بيشوفك، فمش بالتالي شايف ان مفيش ناحيه اعلاميه على الووتر بولو بصفه عامه. السباحه اوكي، السباحه اوكي بس برضو مش جامده، مش زي باقي الالعاب، بس الباسكت والفولي والهاندبول احنا محتاجين برضو الناس تهتم شويه بالسباحه والووتر بولو، عشان احنا محتاجين برضو، احنا لعبه وبنعمل مجهود وبنبذل مجهود، وفي ناس كتيره سايبه شغلها وبتركز في الووتر بولو عايزه تبقى حاجه، فمحتاجين ان احنا الميديا تهتم شويه بالووتر بولو والسباحه. الحمد لله احنا مهتمين، احنا قناه الاهلي مهتمين بالاهلي اكيد. محمد، اكيد اكيد طموح اي لاعب احتراف الخارج، اكيد مش موجود ليه؟ انا بدور عليه، يعني انا فعلا بدور عليه فيه، يعني في الباسكت عندنا لعيبه خرجت، عندنا لعيبه خرجت في البول، في الطايره، في كل اماكن. اشمعنى الووتر بولو؟ يعني ما جاش لعيب فجاه قال لك انا رايح سكولر شيب، ما قال انا مسافر انا هاخد هذه التجربه ليه؟ زي ما سامح ما بيقول، هي الرياضه معروفه للكوميونتي بتاعها بس، للمجتمع بتاعها بس، فبتبقى صعب. كل واحد بيبقى حلمه ان هو يطلع ويسافر بره، وان هو يحاول ان هو يلاقي فرص السكولر شيب بره وكده، بس بسبب الفروق ما بين الفرق بتبقى الدنيا صعبه شويه ان احنا نسافر بره وكده. عايز اسال داليان، اللعيبه المصريين يقدروا يحترفوا بره؟ والوسيله ازاي؟ انا عايز اطلع النهارده في الاخر اللعيبه تبتدي تبص للاحتراف الخارجي، عشان ده اكيد هيساعد زي ما هو قال ان احنا نقدر نوصل للاولمبياد اللي جايه، فعايز اعرف ايه الاسلوب الامثل لعبة تحتفل بره مصر. He's asking about that being professional player playing abroad. How can the Egyptian player do this and what is the road to do such a thing? There was a few Egyptian players who play abroad as a professionals in the past years. Like I said, Egyptian water polo has a level to develop players to be professional players and play in the strong league in Europe. There is no problem for that. It's only about organization and international experience, because if you want somebody to go to play to Europe, the clubs or the clubs from Europe must see him. That means that our clubs must go out of Egypt, play friendly games, the international tournaments, and then let's say that the Egyptian player will start to be on the market. هو بيقول ان كان في زمان بعض التجارب الناجحه للاعيبه المصريين احترفوا بره، وناس احترفت بره فعلا، بس هو زي ما كان بيقول ان هو لازم دخل في لاعب اسمه جورج، مظبوط؟ اي ثينك مظبوط، اتفضل. بس ده جيل من زمان قوي. ما انا جيل زمان برضه، ربنا يديك الصحه. فده ان احنا احتكاكنا بره، ظهورنا في معسكرات سواء على مستوى النوادي او على مستوى المنتخب، ان احنا نبتدي نشارك بره، وان احنا نحتك مع الفرق بره، هو ده اللي هيدينا، اللي هيخلي الناس تشوفنا، اللي بناء عليها يقدروا يقولوا احنا كلاعيبه عندنا الامكانيات ان احنا نتطور ونبقى لعيبه كويسه، بس محتاجين الاحتكاك اللي يساعدنا ان احنا نقدر نعمل ده. سامح، ليه الرياضه دي بالذات بتسمى الاعنف؟ يعني ليه الووتر بولو والناس بتفرج تحس ان هي رياضه عنيفه جدا؟ ليه؟ ده هي عنيفه طبعا عشان الاحتكاك ومفيش ثبات على الميه، فبيبدا بيتعامل بكل جسم ان هو يزق الديفنس او في الاتاك وهو راح يجيب جون، فمحتاج ان هو يستخدم كل قوته ان هو يوصل للجون، عشان الوسط بتاع الميه مش سهل، مش زي الارض هيجري بسهوله، فمحتاج ان هو يستخدم كل قوته في الاحتكاك.
والناس برضو شايفه اللي فوق، بس ده في تحت يعني احتجاج واعنف، حاجات اعنف من تحت. ما عندناش يعني. الحمد لله ما عندناش كاميرات من تحت. الحمد لله. مش حدش بيبص على الاعنف يعني، الناس بص ان الاعنف حتى من فوق، في تحت لا احتكاك وفي شغل جامد من تحت، والشغل كله بتاع الوتر بولو برضو زي ما كابتن محمد قال في الاول بيشتغل رجليهم عشان الشغل كله على الرجلين، فمحتاجه ان هي يتحرك بكل قوته عشان يوصل لحق الهدف بتاعه. كابتن محمد بياخد اكتر ضرب صح؟ أكيد. سنتر فيرورد كابتن محمد، سنتر فيرورد ده بالنسبه للووتر بولو هو المحور الاداء ده، مظبوط كده؟ دي حقيقه صح، دي حقيقه. واكتر حاجه بياخد ضرب، اشمعنى اخترت المركز ده يعني؟ ليه رحت المركز ده بالذات؟ تكويني الجسماني كان في الاول هو اللي خلى المدرب بتاعي ان هو يحطني في البوزيشن ده هوت من الاول. يعني تدعي له دلوقتي ولا ايه؟ لا طول عمري هدعي له الحقيقه. اصعب من اصعب البوزيشنز، مفيش بوزيشن سهل، مفيش بوزيشن مش عنيف. البوزيشن بتاعي هو اكتر بوزيشن فيه احتكاكات سواء من فوق المايه او من تحت المايه، بس لا احنا كرياضه، لا الرياضه كلها على بعض عنيفه. ليه الاعنف؟ اشمعنى اطلق عليها الاسم ليه الاعنف؟ حجم الاحتكاكات فيها قوي جدا وكبير جدا، زي ما سامح كان لسه بيقول ان هو ان انا اخلق الاتزان بتاعي وانا ما عنديش ارض. الرياضات التانية كلها عندها ارض بتجري عليها وتتحرك عليها فعنده الاتزان، انما انا بخلق التوازن بتاعي من خلال شغلي على رجلي. فده بيبقى اعنف مجهود الواحد ممكن يعمله، ان انا باجي ان انا اشتغل واجي اشوط مثلا وانا كاني واقف على الارض، في حين ان انا ما عنديش حاجه سوليد ان انا بدوس عليها او بسند عليها عشان اعرف اتحرك. طب عايزين بقى نساله سؤال مهم جدا. المدربين الفنيين بصفه عامه تخلص البطوله يقول لك مبروك، ثاني يوم لك تدريب، هيبدا امتى الاستعداد للدوري الممتاز باذن الله؟ He's asking you, when will you start to prepare for the league? In our heads, we start to prepare for the league after the final of last year. But now, after the cup competition, I think Saturday we have first training. First training. ساتردي يعني هو بيقول بيبتدي من بدري قوي الاعداد للدوري بعد الفاينل اللي هو طبعا ناوي ان شاء الله من يوم السبت الجاي، بس احنا هنحاول نتناقش معاه شويه ان احنا كنت لسه اقول لك اللعيبه هتجري منه صح؟ يعني هنحاول يعني نخش الفقره الثانيه هنتكلم مع اللعيبه هيجري منه، هنحاول ان احنا ناخد لنا يومين ثلاثه كمان. قول لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب الدوري، نرجع الدوري ان شاء الله. شايف المنافسه قويه في الدوري اكتر من الكاس؟ هي المنافسه قويه في كل الاوقات، بس طبعا المنافسه القويه السنه دي هتبقى دبل بالنسبه لنا احنا. احنا للاسف السنه اللي فاتت خسرنا الدوري في الفاينل من قصاد الجزيره، فعلشان كده هتبقى المنافسه ان احنا لا احنا عايزين نرجع، الدوري راح مننا في اخر لحظه، لا مش عايزين ان هو يضيع مننا، وربنا يكرم باذن الله كله بالتوفيق من ربنا. من وجهه نظره منافسه مع مين في الدوري؟ He's asking, who do you think your competitor in the league for the championship? For championship, for sure, Heliopolis and Gizira are our biggest competitors. And depending on the position in the league part of the championship, we will see that who will play in the semi-final. But for sure, one of these two teams will be in the final. هو طبعا بيقول ان الاكبر منافسين هم هليوبلس والجزيره، هم دولت يعني المنافسين المباشرين لينا. وطبعا بيبقى بناء بقى على ترتيباتنا في وسط الدوري والنقط بتاعتنا هيبقى مين اللي احنا هنبقى بنقابله في السيمي فاينل ان شاء الله. بس طبعا هو في شهور الاهلي الجزيره وهليوبلس هم اكبر منافسين. هم منافسين. نظام الدوري بتاعنا ايه السنه دي؟ هو نظام الدوري المفروض ان هو من دور واحد السنه دي. بس ده اللي هو نظام الدوري المفروض يعني. بيلعبوا دوري من دور واحد فقط لا غير؟ في كلام ان السنه دي هيبقى دوري من دور واحد. هم لسه بيعلنوا قرار شويه؟ لسه احنا لسه ما نزلناش الجدول بتاع الدوري، فاحنا لسه مش عارفين بالظبط، بس هو متوقع ان هو هيبقى دوري من دور واحد وبلاي اوف سيمي فاينل بيست اوف 3 وفاينل بيست اوف 5. ده المتوقع. ده المتوقع. هو مش المفروض في اول السنه بتنزل النشرات والاتحاديات فبيشتغلوا عليها على طول، ولا احنا شغالين جزء جزء بصراحه؟ هو جزء جزء عشان ظروف الدراسه عندنا مختلفه، يعني احنا عندنا الناشونال والبريتش والاي بي والناس اللي في جامعات، فهو الدنيا مختلفه شويه على حسب ظروف الدراسه، لان احنا ما عندناش دراسه واحده مش متوحده، فبيضطر بينزل على مراحل على حسب المتاح يعني للناس الانديه واللاعبين. محمد لازم استغل وجوده ونظرته لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اوكي هاو هيز اسكينج هاو دو سي ذا يوث ان اور كلوب. I think this, what I see, I'm even more happy that than when we took this cup, because we sit here last year talking about yes. Ideas and everything, and after this period of 1 year, I must tell you that the things are going very good.
We organize water polo academy totally on the different in the different system, and this what we did is something really new because we connect written programs with video links and video exercising and offering and giving to each trainer in the academy that he can work with that, and also as a part of the season that is behind us in the age groups, we are in much much better position with all the age groups than we were in the last season, and we have good chances to took the general cup in the at the end of the season. هو بيقول ان هو مبسوط جدا من التطور اللي حصل. هو كان مع حضرتك السنه اللي فاتت وكان بيتكلم عن ايه الخطط اللي هو حاططها والخطط المستقبليه اللي حاططها لاكاديميه كره الميه عندنا في النادي, والحمد لله بناء عليها في تطور كتير بيحصل. ابتدى يدي فيديوهات للمدربين, ابتدى يدي لهم زي سيشنز ان هو يعرفوا يدربوا اساليب التدريب المختلفه علشان يقدر ان هو يطوره, وده جه مردوده جدا على اللعيبه عندنا ان في تطور كتير جدا على مستوى الناشئين تحت في مستويات مختلفة بينافسوا على الفاينل وعلى الدوري, اللي هو ربنا يكرمنا ويسعدنا ان احنا ناخد الدرع في نهاية الموسم ان شاء الله. سامح, اكيد لازم اخد منك كلمة أخيرة بما انك انت بتتعامل مع القطاع, انت بتتعامل في الدرجة الأولى ولا في قطاع كتوتال, قطاع كرة الباقي؟ قطاع كتوتال. أنا إداري المدارس فرع الجزيرة وإداري الدرجة الأولى والناشئين, يعني حلو قوي القطاع من أول موجود. طب هنخش على مشكلة مهمة وهي أولياء الأمور, مش مشكله لكن اكيد عايزك تقول لهم كلمه النهارده ليهم, تقول لهم ايه؟ طبعا احنا بنشكر اولياء الامور عشان هم الاساس بالنسبه لنا, هم اللي بيقدروا يوفروا لنا اللعيبه ان احنا نبذل تدريب ونشتغل عليهم كويس لحد ما نوصل للهدف بتاعنا. فطبعا انا بشكرهم جدا على تعبهم, ووقت ما بتقول لهم تعالوا الصبح بيجوا الصبح, تعالى التمرين بالليل بيوفروا الاولاد, حتى لو هم مش جايين بيوفروا لهم الوسيله اللي هتجيبهم النادي. هم الصراحه مش مقصرين في حاجه جدا. وكمان بنشكر بعد كده الجهاز بتاعنا, موفي لنا كل الطلبات بتاعتنا, كان كابتن وائل او كابتن فاضل او كابتن محمود حسن, كابتن مدحت, كابتن عمرو ممدوح, كابتن وليد عزت, كل الناس كل الناس معانا موفر لنا كل اللي احنا محتاجينه طبعا, وبشكرهم. طبعا الكاس اللي احنا اخذناه المره دي اللي هو الخاص بيا, الكاس اللي هو كاس افضل اداري, انا شايف ان هو مش افضل اداري لوحده لان احنا منظومه كامله بتشتغل من اول مجلس الاداره لحد اصغر واحد على حمام السباحه. فمفروض ده يبقى الكاس افضل جهاز اداري مش اداري وحده, لان احنا منظومه كامله, انا مش شغال لوحدي, انا معايا جروب كامل شغال. فطبعا بشكر كل الناس اللي احنا اشتغلوا معايا واللي وصلوني للفتره دي. لا الصغير بتاع كاس احسن اداري ده هو ده. تمام. فبشكر طبعا كل الناس وبشكر اللعيبه اللي عامله مجهود معانا. بنبارك لك يا سامح وبنقول لك التقدم والتقدم وجمهور التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. محمد عايز يقول كلمه لجمهور الاهلي وهو لابس تيشيرت الاهلي والعلم والشعار عليه. فعلا انا سعيد جدا ان هو جاي النهارده كده, يعني حاجه سعداني جدا. فيقول للجمهور الاهلي, he's asking what do you say for the team for the اهلي فانز, for the audience, for the fans, what do you say for them? You're very proud, very proud coach. Yes, yes, thank you. I'm proud, I'm proud of first I'm proud of my team also. I'm very happy in the club, and I'm giving all my efforts for this club to be better. What I'm saying for the fans, I'm calling them to come for the final semi-final and final games and the games in the championship to support us, because I'm very sad when I see that we don't have fans from the our club coming to our games, and I hope that they will start to come. هو طبعا هو فخور جدا بالنادي وفخور جدا بشغله في النادي, وهو مبسوط جدا بالتعامل معاه وفخور باللعيبه الحمد لله, وعايز ان الفانز بتوعنا يبقوا متواجدين اكتر, ولانه في الماتشات بتاعتنا ويدونا يشجعونا اكتر من كده في الفاينل والسيمي فاينل. كل امنياتنا طيبه ليه ان شاء الله باذن الله, والعوده مره اخرى الى قناه الاهلي ويكون متواجد باذن الله ببطوله الدوري. He's wishing you all the best, and next time we will having the league in charge. Thank you. Thank you very much. بكده خلصنا اول فقره, وناقص اخيره الفقره الاخيره ان شاء الله نخرج فاصل ونستقبل كمان نجمين كبار, وكابتن محمد ابو زديره هيكمل معانا عشان نتكلم في الجزء الاخير مع اللاعبين وشعورهم داخل المباريات وخارج المباريات, والقعده هتبقى حاجه مختلفه تماما. الاعداد الفنيه والاداريه بتكون حاجه قاعده غير قاعده اللاعبين. نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.